أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم
يا نعبد
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الشيخ ابراهيم عبد العزيز بركات القارئ المعروف والمقيم الشوكة الحاجرة تبع لمركز ومدينة حوشيزة. زيارتكم لكم مكبرة صوت الضوء الفرج الحديثة الكبرى ولؤلؤة السرادقات ركبت وجهزا تحت إدارة وإشراف الحاج محمد الحليم المقيم بهذه البلدة العامرة. قدرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والمكان الله وحده